اهلا بيكم. النهارده بنتكلم عن تساقط الريش في طيور الزينه. يعني لما تلاحظ ان الطائر عندك الريش بتاعه بيسقط زي ما احنا شايفين كده، الطائر هنا الريش بدأ يتساقط. في فرق كبير بين نتف الريش وبين تساقط الريش. تساقط الريش ده يعني شيء طبيعي جدا، او ما يعرف بالقلش. يعني بنلاحظ ان الطائر مثلا بيجي في الصيف فبيبدأ الريش بتاعه يبدأ يغير ريش ويبدأ يطلع له ريش جديد. فطبعا العملية دي طبعا عملية يعني بتبقى صعبة جدا على الطائر، وممكن الطائر طبعا بيخش في حالة يعني في حالة خمول وفي حالة يعني كسل، وتشعر ان الطائر مريض. يعني ايا كان هذا الطائر، سواء كان يعني كوكتيل، سواء كان ببغاء الكاسكو او ببغاء الدرة، فبنلاحظ ان الطائر بيدخل في حالة خمول. دي مسألة طبيعية جدا، مفيش عليها اي مشكلة خالص. انما المشكلة الكبيرة هي مشكلة نتف الريش، ان الطائر نفسه هو اللي يقوم بنتف الريش. ده طبعا بيكون مرض نفسي، لكن انا بتكلم الان على مشكلة تساقط الريش، اللي هي المشكلة دي مشكلة طبيعية جدا وبتحصل في فصل الصيف. يعني بتحصل في فصل الصيف ان الطائر بيتساقط ريشه. طيب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه لما بشوف الطائر يعني ريشه بيتساقط؟ طبعا طبيعي جدا ان انت بتشوف الطائر في حالة خمول، يعني ما بقاش نشاطه، يعني ما بقاش في كامل النشاط، يعني ممكن يتوقف عن التغريد، ممكن تلاقيه كده واقف كده بينام كتير، او تلاقيه واقف تحس ان هو مريض او تعبان. انت اهم شيء ان انت توفر له يعني الغذاء والفيتامينات الكاملة والتنويع في الطعام. اهم شيء ان انت طبعا توفر له الفاكهة، من تفاح، من برتقال، من خضروات، لان دي كلها هتساعده وهتمده بالقوة. مهم جدا ان انت تعرض الطائر لأشعة الشمس اللي هي البسيطة، يعني مثلا ايه الساعة 8 فقط، يعني 10 دقائق فقط، 10 دقائق. يعني ما بنقولش ان انت تحطه في الشمس بقى، يعني لا، ما ينفعش ان انت تعرضه لأشعة الشمس الحارقة، لا، يعني الشمس اللي هي الهادية. يعني مثلا ايه الساعة 8 كده، ايه 10 دقائق بس تسيب الطائر في أشعة الشمس عشان ياخد فيتامين د، او ان انت تعوض الطائر بان انت تحط له فيتامين د، لان ده كله هيساعد الطائر في مسألة سرعة تغيير الريش. ايضا من الامور المهمة جدا نظافة القفص. طبعا الطائر بيكون في حالة يعني مزاجية وحشة جدا، حاول ان انت تنظف القفص، حاول ان انت تحط له طبق الاستحمام، لان الاستحمام دوت هيساعد الطائر في تغيير الريش، تساقط الريش القديم بسرعه. فانت حط له طبعا طبق الاستحمام، او ان انت ترش على جسمه القليل من الماء بواسطه البخاخه بس كده وخلاص، وسيب الطائر ما تقلقش. هو يعني فتره ممكن مثلا تتراوح من اسبوعين الى شهر هيكون غير ريشه، وهيكون بقى يعني في جمال رهيب جدا، لان طبعا الريش كله طبعا الريش القديم، الريش الباهت، طبعا يعني من حكمة ربنا ان كل هذا الريش بيتساقط، فبيحتاج الطائر كمية كبيرة جدا من التغذية، من الفيتامينات، عشان لانه طبعا يعني تخيل كده، مثلا انت عندك الفرخ الصغير بيحتاج كمية كبيرة من الاكل، من الطعام، من الفيتامينات، عشان لان طبعا يعني كل ريشة بتطلع محتاجة قوة، محتاجة فيتامينات، محتاجة عناصر غذائية. فالطائر في الفترة دي محتاج غذاء، محتاج اكل كويس جدا، تنوع له بقى، تحط له بلكم فلارس، لب عباد الشمس، تحط له القليل من العيش، تحط له اكل لين، تهتم بيه، ما تقعدش بقى يعني تعكر مزاجه، يعني ما تقعدش تقرفه، لان هو اصلا يعني قرفان، هو في حاله مزاجيه مش كويسه، فما تقعدش كل شويه بقى تقرفه وتزعجه وتطلعه من القفص، لا، سيبه الفتره دي لانها فتره خمول، فتره كسل، فتره مزاجيه مش كويسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.